لم يصدق الذئب عينيه حينما رأى صديقه الثعلب يمسك بأنيابه القوية ديكا هنديا سمينا، لكن ما إن اقترب منه حتى كاد يطير عقله. كيف لا يا أطفالي، وهو الذي لم يذق ولو لقمة منذ أكثر من يومين كاملين. حيا الثعلب قائلا: أهلا بصديقي أبي سعالة، كيف حالك؟ رد الثعلب بابتسامة: إنني بخير، أصح من الفيل كما يقال. هل تشاطرني هذه الوجبة الغذائية الرفيعة؟ لا شك أن بطنك توجعك، أجابه الذئب بأسى كبير. حقا يا صديقي، مصاريني تعزف موسيقى حزينة مؤلمة، لكن ديكك الهندية هذا لا يملأ درسا من أدراسي. أفضل أن تدلني على السوق التي توجد فيها هذه البضاعة لأشتري منها خروفا أو خروفين، فأنت صديق الدجاج وأنا صديق الغنم، أليس كذلك؟ همس الثعلب في أذن الذئب: سأدلك على السوق شريطة ألا تفشي السر للأسد والنمر الشرهين، وإلا حرمنا من خيراتها العميمة، فلا نجد ما نتغذى أو نتعشى به. رد الذئب هامسا: أعدك يا أبا سعالة أن أكتم السر وأخفيه في البئر كما يقال. قال الثعلب بصوت خافت: اذهب إلى الوادي خلسة، تجد قطيعا من الغنم يرعى الكلأ الحشائش الطرية لا يحرسه الراعي بعصاته، ولا يحميه الكلب بنباحه، إنه تائه، ضل طريقه إلى القرية. قفز الذئب فرحا: حقا ما تقول يا صديقي؟ أكاد لا أصدق أنني سآكل الشواء هذا اليوم، أجاب الذئب بثقة: طبعا، وماذا سأجني من الكذب عليك؟ شكرا جزيلا، إلى اللقاء. انطلق الذئب إلى الوادي، يعدو حينا يخطو حينا آخر، وهو يمني بطنه الجائعة بخروف من الخرفان الوديعة. حينما لمحت الغنم الذئب قادما سيطر عليها الخوف الشديد، فأقبل بعضها على بعض يندفع يجتمع ينتظر اللحظة الحاسمة، فيما كان الذئب الشرس يتلمظ بشفتيه واللعاب ينطلق من فمه. اطمئني يا مصارين المسكينة، لن تعزفي موسيقى حزينة بعد هذا اليوم السعيد، سأغذيك الشواء. ثم كشر عن أنيابه القوية قائلا للخرفان الخائفة: لن تفلتوا من بين يدي، سألتهمكم لقمة صائغة، اقتربوا مني وإلا مزقتكم إربا. قال الذئب في حماسة، فأجابه حمل ذكي: مرحبا بسيدي الذئب، كنا ننتظر حضورك بسرور وحبور كبيرين لتلتهم ما تشاء منا. سر الذئب كلام الحمل فقال: إنك لطيف ظريف تجيد الكلام. قاطعه الحمل باسما: وأجيد أيضا الموسيقى والغناء، دعنا من فضلك نغني لك قبل أن ندخل بطنك، وسيسرنا كثيرا أن تسير جوقتنا وتشاركنا بصوتك الجميل. شعر الذئب بالفخر والزهو كالديك عند صياحه فقال: ليكن ما طلبته يا حمل الوديع. أشار الذئب بأصبعه إلى الغنم أن تستعد وتتهيأ للغناء كما يفعل قائد الجوقة: 1، 2، 3. صغت الغنم صغاء عذبا: ماع ماع. عوى الذئب عواء مزعجا: عو عو. ظلت الغنم تطغو والذئب يعوي، الغنم تطغو والذئب يعوي كقطعة موسيقية صاخبة
إلى أن صك هذا الصغاء وهذا العواء أذني الراعي الذي كان يفتش عن خرفانه الضالة، فحمل العصا وحضر بسرعة يتبعه كلبه الوفي. لم يشعر الذئب قائد الجوقة إلا والراعي يشهر عليه العصا والكلب يحيط به. أهلا بالبطل الشجاع والموسيقار الكبير، أبي سؤاله، قال الراعي ساخرا. فسأله الذئب يائسا، إلى أين ستسوقني؟ إلى صديقك العزيز أبي سعالة؟ سأل الذئب في دهشة، أحقا ما تقول؟ ستسوقني إلى صديقي؟ لنقتسم الوجبة الغذائية الرفيعة؟ الديك الرومي؟ ضحك الراعي قائلا، بل لتقتسم معه القفص في حديقة الحيوانات.